وهالأسبوع بدأت خريطة برامج ومسلسلات رمضان تأخذ شكلها الأخير، وصرنا عارفين وين رح نشوفهم بعد ما أنهت المحطات تعاقداتها وأعلنت عن ضم مسلسلات جديدة بقائمة عروضها، ومنهم NBC دراما اللي أضافت لقائمتها ثلاث أعمال جديدة. فرح تشوفوا تيم حسن ونادين الجيم في مسلسل نص يوم، أما منى زكي فرح تشوفوها في أفراح الأبة، هالعمل اللي بترجع فيه بعد غياب طويل عن الدراما، وأيضا بتابعوا هدى حسين في مسلسل جود.